انت موتراني على فكره، كلها شويه وهتلاقيه داخل علينا ياخد شنطته واتكل على الله. يعني ما نبلغش انه غايب من امبارح؟ ما ينفعش يا ماما، لازم يمر 24 ساعه على غيابه عشان نقدر نبلغ. ما هم يا بنتي عدوا خلاص، هو مش خارج من امبارح الصبح. امك دي بتتاجر في القلق على فكره، عايزه تعمل بوليكه وخلاص. طب ايه رايك لما نتصل بالشركه ونسالهم عليه، يمكن عرفوا عنه حاجه. اتصلوا انتوا، انا مش فاضي. هات 5 جنيه. لو اخوك ما جاش مش هتلاقي تاكل. مش حلو التفويل ده على فكره. سلام. الو، شركه اعالي البحار، لو سمحت كنت عايزه اسال على طباخ عندكم طالع على مركب استرا. عواطف يا عواطف. ايوه جايه اهو. ايه ده انت لابس كده ورايح فين؟ مش شغلك. فين الشراب الكحلي اللي كان في الجزمه دي؟ مش شغلي ده يا حبيبي، ده انا قعدت اتحايل على اللصة محمد لغايه ما وافق يرجعك الورشه. يلا يا اخويا غير الهدوم دي وروح له قبل ما يرجع في كلامه. مش راجع الورشه يا عواطف، وياك تفتح معايا ام الموضوع ده تاني. يلا بقى شوفي لي الشراب فين، خليني اخفى من وشك. يعني ايه هنصرف عليك؟ هتعيش عال على المجتمع؟ من امتى يا عواطف؟ ما انت طول عمرك مقلباني اول باول. هما فين؟ هما مين؟ المية دولار يا عواطف اللي كانوا في الشاكت ده. دولار؟ دولار ايه يا ابو درار؟ دول مضروبين، انت حرة، كنت واخدهم من الواد عمال. ياكش يا رب تتقفشي بيهم وتتعلقي في الاسم زي الدبيحة. مفيش فايدة فيك يا عواطف. يا ولاد انا مديون وحالتي كرب. ايه؟ انت ما بتشميش؟ ايه؟ روح اغرفنا خلينا ندفع. ما طبخناش. امال المقرفه اللي في ايدك دي ايه؟ بتهش بيها الدبان؟ لا يا خفيف، بقلب بيها الطبيخ اللي مش هتاكل منه عشان ما عملتش حسابك. انت مش كنت بقيت بره؟ انت منين يا عواطف؟ ايه؟ يا ولية حتى الاكل مستخسراه، ده انا على لحم بطني من صباحيه ربنا عيب. اكل ما دفعتش فيه مش هتاكل منه. ماشي يا بنت والدي،